طيب خلينا بس هذا البريد. طيب بصير. ما بعرف ليش طالع اسمي على الشات عبد الرحمن شاهين، هذا اسم اخي. معكم عبد الله شاهين، انا طبيب امراض خمج وعنايه مشدده بامريكا. وموضوع اليوم كان يقتصر فقط على الانتاميبا هيستوريتيكا وعلى الجيارديا. اذا زاد معنا وقت ممكن نتوسع بشغلات ثانيه، بس انا حبيت ركز على هدول الاثنين باعتبارهم يعني عم يزيدوا بانتشارهم في المناطق اللي عم تخدموها بسوريا وحتشوفهم منها كثير. فموضوع بشكل عام حيكون باراسيتولوجي اكثر، عن طفيليات، وحيكون تركيز على هدول الاثنين الا اذا زاد معنا وقت. حاولت اني اعمل مزيج بين العربي والانجليزي بالسلايدات واحط فيها شويه ملاحظات بحيث انه ممكن يستعمل كدليل للدراسه. الموضوع ما له كتير معقد، وفيه بعض المبادئ البسيطة إذا واحد فهمها ممكن تساعده حتى بأمراض أخرى مثل الديدان وغيرها، واللي ما راح نتطرق لها اليوم بشكل واسع. رح نبلش بكام سؤال، وفيكم تكتبوا بالشات شو الجواب اللي تتوقعوه، اللي حابب يشارك. يعني الهدف من التدريب هذا ما انه اختبر علمكم، بقدر انه نتفاعل مع بعض اكثر ونفهم شو اللي ممكن يكون الجواب الصح او الخطا بهالاسئله. فمبين عندكم الشاشه السؤال الاول. مبين عندكم؟ تمام، واضح دكتور. طيب السؤال عم بيقول which of the following is not part of workup for amoebic liver abscess. إذا عندك أنت يعني خراج كبدي من الأميبا، شو الشغلات اللي ما لازم تساويها؟ هي ultrasound أو needle aspiration، سحب الشف بالأبرة، stool over and parasite تطلع عينة الأبراز للبويضات والباراسايتس، أو تعمل فحوصات دم. فشو اللي برأيكم ما لازم يصير أو ما له محل يصير؟ مش كمان بدأنا نشوف الاثنين مع بعض، بس أشوف التفاعل، شوف العالم شو عم تحكي، إذا في حد كتب شيء. اوكي، هو رح نجاوب الاسئله عن طريق المحاضره، بنرجع نعيد الاسئله اخر الشيء لحتى نشوف كيف قدرنا يعني نوصل الرساله. اخلي السلايدات بهالشكل بحيث نقدر يعني ننقل بين السلايدات والشات. السؤال الثاني، شو هو الريزرفوار او المكان اللي يعني بتعيش فيه جيال ينابيا؟ هاي هي بال 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 بالمي، يعني هو ريزرفوار، يعني نفس الوقت يعني المكان اللي بتجي منه العدوى، الماء او التعلق مباشرة مع شخص، لمس الحيوانات المصابة او التنفس. حلو، اوكي. طيب السؤال اللي بعده، احد خصائص او احد ليست من خصائص الانتريبا هيستوليتيكا، هل انه شكل السيست او الكيس دائري، السيتوبلازم كونتينز ستينينج اوف كروموتودال باديز، بمعنى في اجسام كروماتين داخل السيتوبلازم، الرفكتايل وول او جدار عاكس الميكروسكوب، بالتالي بيعكس الضوء بيطلع يعني كثير عن لميع، او انه each cyst has only one nucleus، بكل كيس في فقط نواه واحده. فبرايكم اي هي ما خصائص الانتريبا هيستوريتيكا؟ اوكي، حلو. طيب السؤال اللي بعده، شو هو الصحيح حول العدوى بالانتريبا هيستوريتيكا؟ what is which of the following is true about intermediate hepatic infection. Most of the patients have abnormal liver enzymes. كل المرضى تقريبا او غالبيتهم عندهم اضطرابات بانزيمات الكبد. Person to person inhalation has been reported as a mode of transmission. تنفس او يعني انه شخص لشخص عن طريق الرذاذ في انتقال بهالشكل هذا.
90% من العالم ممكن يكونوا بدون أعراض. 90% of infected people had can be asymptomatic أو typically causes watery diarrhea، عادة تعمل إسهال، يعني إسهال مائي. حلو، في تنوع بالإجابات. آخر سؤال، أي من الـ which each of the following statements concerning Jordi Olympia is correct except. كل الأجوبة، كل الإجابات أو الـ يعني الـ statements، التصريحات هاي صحيحة ما عدا وحدة خطأ. Jordi Olympia has both a trophozoite in the sixth stage in its life cycle. دورة حياة الجارديا فيها أتروفو فيها كيس. Jordi Olympia is transmitted by fecal oral route from both human and animal source. يعني يتجي بال من طريق البراز الماء، عن طريق الحيوانات وعن طريق البشر. Jordi Olympia causes hemolytic anemia، إنه هي بتعمل أنيميا تحطمية. وجد الأنبياء has can be diagnosed by a string test، فيك عن طريق الاختبار اسمه اختبار الحبل تشخص جد الأنبياء. شو رأيك يكون الجواب الخطأ أو التصريح الخاطئ بين هدولين؟ اوكي اي اوكي حلو، في اجابتين يعني معظم الناس شاكين فيها. هلا لنعطي لمحه عن الممالك الحيوانيه، لانه هذا الشيء مهم لنفرق بالعدوى بين البكتيريا وبين الفنجس وبين شيء مثل البروتوزوا او الهيمنتز او الاوليات والديدان الطفيليه. كل هدول عباره عن ايوكاريوتكس بعكس البكتيريا، فسواء كانت فانجاي او فطور، الجي، سلاخس، بروتوزوا، هيمنتز، كلياتهم دول ممالك ايوكاريوتس. يعني حتكون عندك في نواه حقيقيه، ممكن تكون وحيدة الخلية، ممكن تكون أكثر من هيك. هذا الشيء مهم بفهم شلون بيجي غذاءها، شلون بيكون تكاثرها، شو يعني دورة حياتها بشكل عام، وين بتكون هالدورة هاي. ونوع العلاقات اللي بتربط الكائنات كمان هذا الشيء مهم نفهمه. ففي اسمه سيمبيوسيس، هو التكافل. يعني في كائنين عايشين مع بعض أو جوات بعض بيعطوا منافع مشتركة، أو يعني حياة واحد بتكمل الثاني نوعا ما. في شيء اسمه كومنزلين ومعايش، يعني في نوع يعني قاعد نوع ثاني. النوع الأول اللي هو الهوست أو يعني الحاضن ما هو متأثر بهالعلاقة، الثاني هو فقط مستفيد لكن الأول ما هو مضرور. في شيء اسمه ميوتشواليزم، بمعنى أنه كل واحد بيقدم منفعة، ففي تبادل بالمنافع بيناتهم. بين المعايشة في واحد عم يدفع، الثاني ما فرق معه كتير. وفي باراسيتزم، هي الطفيلية، عندك واحد منتفع والثاني مضرور. هاي الشغلات ما نادرة، عندك تقريبا واحد من كل أربعة عندهم أسكاريس بالعالم، يعني رقم هائل. طبعا في دول ما فيها كتير، يعني مثلا بالولايات المتحدة بالغرب حالة الحالات أقل، لكن تطلع بأفريقيا، بالهند، للأسف في بعض الدول العربية عدد الحالات عم بيزيد، وكل ماله عم يكون يعني في صعود لأسباب كتير نحكي فيها هلا. بالهريسة في حوالي 300 مليون مصاب حول العالم، وحتى شيء مثل الملاريا في حاليا 100 مليون مصاب بالعالم، وهذا قاتل رقم واحد بالأمراض الطفيلية حول العالم. أنواع الباراسايتس أو الطفيليات، في الأوليات بروتوزوا، في ديدان هي هيمنتز. كمان بنتذكر أنه الأرثروبودز أو الحشرات يعني هن من أشكال الطفيليات، فالإنسكس الحشرات أو الأركنايدز هن عناكب. في نوعين من الباراسايتس، اندو باراسايتس بتعيش داخل الجسم اللي يعني بتصيبه، واكتو باراسايتس بتعيش خارج. وكل وحده من هالتقنيات يعني الى منافعها ومساوئها من ناحيه الباراسايت او الطفيليه كيف بتضل. وعندنا بعض الاشكال الطفيليات، وعندكم المنطقه لسه في اشكال اكثر من الطفيليات البشريه اللي يعني بتحس كيف ليش شخص العلاقة بأن ما واحد ضرر وواحد نفع. طيب الشخصية الأساسية للباراسايت إنه ما أنا جاي أقتل هذا الشخص، أنا جاي مصدمه، فهدفه ليس قتل المريض. في
يعني عدوى اخرى بيكون بالفعل هدفها انه تضل تتكاتل حتى لو راح المضيف، وبالتالي يعني من مميزاتها انه يعني بتضره لكن بتخليه عايش، لانه بالاخير هدفها انه تتغذى على غذائه، وبالتالي اذا وقف غذائه بتموت معه. بينما مثلا شيء مثل الايكولاي ولا مثل البكتيريا ما بتفهم، ما همها، هي عندها مصدر يعني حتى على جسده فيها تعيش وتتحلل وتنبسط، ما فرقت معها كثير. البروتوزوا او الطفيليات الاوليه تتكاثر داخل الكائن المضيف، والاعراض حسب وين المرض وظروف المصاب وكذا، فتختلف عن الديدان. الديدان ما تتكاثر داخل المضيف، بمعنى انه عمليه التكاثر تبعيتها بتكون خارجيه، خارج الجسم، وأعراضها حسب كميه الطفيليات الموجوده والرد المناعي. هذا شوي يعني راح يصير استغراب، ما الموضوع النقاش اليوم، لكن شلون الديدان ما بتتكاثر داخل جسم الانسان، وبنفس الوقت في عالم بتزيد عدد الديدان بجسمه طول الوقت. فاللي فيني اقول لكم اياه انه معظم الديدان هاي تكاثرها بيتم خارج جسم الانسان، هي تطرح يعني الصيغه المتشور منها بتطرح بويضات عن طريق البراز، بتطلع وبرجع الشخص بيعدي حاله وبيبلع شوي من هاي البويضات والاكياس وبترجع تجي كائنات تجديدي عليه. ف يعني عدده بيزيد داخل جسم الانسان، لكن عمليه التكاثر نفسها ما عم تحصل داخل الكائن. هذا اللي عم حاول اوصل الفكره فيه. ديدان الأوليات في فروق بيناتهم، وفي أنواع شائعة، في جياديا، في أنتميبا، في بلازموديوم اللي هو تبع الملاريا، في برانيديوم. الديدان ما نمحور اليوم، لكن في تينيا، في الأسكاريس، في الفاشيولا. حكينا عن نوعين العلاقة، الإكتوباراسيتيزم إنه الكائن بيكون عايش على الهوست ما داخله، والإندو اللي بيكون عايش داخله. هلأ بالنسبة للإكتوباراسيتيزم باستزم، هذا قاعد على المينا، في انه يسافر مثل ما بده يطلع ويجي، فيعني اسهل له التنقل تبعه، ونفس الوقت عنده نوعا ما مناعه من جسم، مناعه الجسم، يعني قاعد برا الجسم ما كتير يعني بهمه شو قاعد على الجلد وشو في هناك قصص، بعكس اللي بيصير مع شيء قاعد داخل الامعاء، جسم دغري بيكتشفه، دغري بيتفاعل معه. من ناحيه الاندوباراسيتيزم، وجودهم داخل الهوست بيساعدهم على الفيدينج، يعني قاعدين انت ليش كلهم بيحبوا الجهاز الهضمي، لانه هناك انت بتكون كسرت كل الغذاء تبعك للاشكال الاوليه، البروتينات والدهون والسكاكر البسيطه، فقاعدين هن عم ياخذوا يعني الرحيق تبع غذائك انت بنفس العمليه هاي. وبنفس الوقت صحيح في هجوم مناعي عليهم، لكن من ناحيه الحراره، من ناحيه الرطوبه، من ناحيه العوامل الاخرى الخارجيه، هن محميين، قاعدين بمكان دافئ رطب فيه كل التغذية وكذا، وما في أعداء خارجية تجي يعني بتحاربهم. من دول الأخير يعني ما إنهم قاعدين لك بالكون لحاله، في أشياء كتير تتنافس معهم تحاول تقتلهم كمان كغذاء، لأنه يعني حتى على مستوى الحشرات والبكتيريا والطفيليات في مثل سلسلة هرمية للعلاقات بيناتهم. هلا من مشاكل الاكتوبارتيزم انه عكس الفوائد تبعته، انه انت قاعد يعني مثل ما الاندوبارتيزم محمي داخل جسم الانسان، هذاك مكشوف لاعداء الخارجيين، ومكشوف للبرد، للشوب، للالترا فايلت لايت، الضوء فوق، نفس الشيء لعوامل التعريه، للكيميكلز، وغذاء اصعب. هلا كمان فوائد هذا بصفي يعني نقاط ضعف الثاني، انه كونك قاعد داخل جسم المضيف فأنت عرضة لجهازه الهضمي، والتنقل أو الانتشار أصعب بحالتك إذا أنت قاعد داخل جسم المضيف. هلأ أمراض الطفيلية غالبيتها هدفها الأساسي توصل للجهاز الهضمي إذا تتنقل، مثل ما حكينا، لأنه يعني بيئة خصبة وحامية، ف في منهم بيفوتوا للأمعاء بيقعدوا فيها وبنضجوا فيها، في منهم وبيضلوا عايشين فيها، في منهم بيدخلوا من الأمعاء وبيروحوا على محلات تانية، في منهم بيدخلوا من الجلد بيروحوا على الأمعاء، وفي منهم دخولوا من الجلد وهدفهم مو بس الأمعاء، أماكن أخرى. فهاي الشغلة الأساسية إنه من وين عم بيفوتوا، فإما عم بيفوتوا عن طريق الفم والطعام وبيروحوا على الجهاز الهضمي، أو بفوتوا عن طريق الفم والطعام وبيروحوا محلات تاني،
فهذا مدخل دائما عند اثنين، او مدخل هون للجلد ونفس الوجهه بتكون المصارين عشان الغذاء، او دخول للجلد وهدفهم مكان اخر. في حد فيني يعطيني مثال على الدخول من الجلد والمرض في مكان اخر؟ اوكي هلا شفت الملاحظه، احاول اكبر الشاشه. إذا في حد يجاوب. أوكي. فممكن تدخل من الجلد تعمل مرض بمكان آخر غير الأمعاء، هي واحدة من أمثلة الاستروجيرويدز. ما تدخل عن طريق الجلد، ممكن تروح للدماغ، للرئة، لكذا محل آخر. طيب في عندنا نوعين من الطفيليات المعوية، إما ديدان أو طفيليات أولية. تركيزنا اليوم حيكون على اثنين من الطفيليات الأولية المعوية، هي جياردية والأنتميبا هيستوريتيكا. وطبعا أنا بآخر الجلسة بعد تكون سلايدات، إذا حابين هيكون عندكم نسخة منها ما في مشكلة. نبش بالأنتميبا هيستوريتيكا أو يعني أنت أميبا أو أميبا معناتها متحول، وهيستو أنسجي، وليتيكا يعني مذيبة أو حالة، فهي اسمها متحولة حالة للنسج، وبالتالي تسمية معربة من اسم الأجنبي. حوالي 1 أو 5% من سكان العالم عندهم هذا المرض، يعني شائع بشكل أكبر مما نتخيل. رقم 3 من حيث الوفيات بسبب مرض طفيلية. والعدوى واحد بيكتسبها عن طريق اطلاع الكيس، اللي هو واحد من الفورمز تبعها، وهي تيجي إما عن طريق البراز أو المياه، الفواكه بشكل عام، أطعمة ملوثة. الحضانة سريعة 4 إلى 5 أيام وبش المرض، إذا بده يبش أعراض ممكن تطلعوا بها السرعة. الأكياس فيها تعيش لشهور بماء بارد، حرارته صفر يعني على التلج ما في مشكلة، وبالتالي تتليج الطعام ما يصير ضرورة يعني قاتل لهالعدوى. يعني في أشكال إحنا حفظ الأطعمة وتعقيمها، لما ترفع حرارتها مثلا باسترا او غيره، او انك تبردها كثير، فاذا عندك بكتيريا عايشه على اللحم يحطها بالفريزر راح تموت هاي البكتيريا، بينما هون ما بصلون يعني شيء. لما بتغلي يعني ب 30 درجه فيها تقعد 3 ايام بالحراره، فيها تقعد على 45 درجه نص ساعه، وفيها ظل 5 دقائق على 50 درجه مئويه. فبالتالي حتى عمليات البسترا احيانا الا اذا كانت البسترا صحيحه ومعقمه ممكن ما تقتلها، انه البسترا بيرفع ل 65 بعدين ببرده بسرعه، فإذا يعني إذا ما رفعت لوقت كافي ما بيكون كافي لتقتل المتحول الحالة للنسج. والكلورة أو كلورينيشن، إنك تعقب بالكلور المي والأطعمة، ما بيأثر فيها. فعمليا من المهم جدا إنه نفهم يعني كيف نقضي عليها، وبالتالي القضاء عليها بيكون إما عن طريق الغلي لفترة طويلة أو عن طريق الفلترة، بمعنى إنه يكون في شيء يعني يمر فيه الماء أو هذا يعني قادر إنه يمسك الكيس، فتحاته صغيرة لدرجة أن تمسك الكيس أو غير هيك. يعني بدك تكون عم تعمل عملية إما أوزون أو غلي للماء لحتى تقضي على هالأجسام. هاي الخريطة بتوضح وين الأميبا منتشرة أكثر الشيء. فالمحلات البرتقانية أو الحمراء أكثر من 5% من السكان مصابين فيها. فمتطلع انه حتى بمناطقنا نحن مناطق طابعة كلها بالحمراء، وهي خريطة من 2004 يعني من قبل الثورة، مناطق يعني منتشرة فيها من 1 إلى 5%. حتى بأماكن مثل أمريكا وأوروبا بتشوف انه في عندهم هالعدوى يعني بدرجات مختلفة. عفوا دول تحت 1%. البرتقانة واللي أقلية مثل تركيا، مثل أجزاء من اليمن وأجزاء من أستراليا، هني 1 إلى 5%. هلا هاي الى شكلين، في تو فورم، هذا الكيس السيست وهذا البروتوزوا ال كان العربي هلا اي. ف
اثنيناتهم يعني بيكونوا بداخل جسم الانسان، لكن واحد هو آلية العدوى اللي هو تبلعه هذا، وهي هذا آلية المرض، بمعنى انه اعراض ومشاكل كلها تطلع من وجود هذا الكائن داخلنا. هلا الاعراض السريرية قد تكون بدون اعراض، وهدول الاغلبية عظمى، يعني اكثر من 90% من الناس ما عندها اي اعراض. الناس اللي بتطور اعراض ممكن تكون اعراضهم معوية داخل الجهاز الهضمي، وبالتالي بيكون في عندهم ديزنتاريا زحار او التهاب كولون، وفي اعراض خارج معويه مثل التهاب الكبد، خراش كبد، اميبا صدريه طبعا، وفي في اميبا حتى قلبيه نادره، وفي احيانا بالجلد. هلا كون في اعراض خارج معويه بدنا نفهم اصبح انه هذا الكائن انفيزيف، يعني انه يعني بفوت على العضو وبيحطم داخل الانسجه وبيفوت على الدم وبينتقل لمحلات تانية، ومن هون اسمها حل النسج، لانه هاي بتروح في انتميبات تانية ما عندها قدره، بتضل تعمل انفكشن بالكولون ولا بالهذا، بس ما فيها تروح على الكبد ولا تروح على الصدر ولا تروح على غيرها. هاي حل النسج يعني، وبالتالي انفيزيف بتفوت تعمل، لانه حل النسج بتدمر جدار القناه الهضميه وبتعمل دم مع الاسهال تبعه، وبالتالي في دم بالبراز يعني بحالتها بتفوت على الجهاز الدم وبتنتقل لأماكن أخرى. فالسهال الدموي، وجع بطن، وهن عام، فقدان وزن، أعراض التهاب الزائدة الدودية، أحيانا بتروح بتسد الزائدة الدودية، لأنه هي دائما هاي بتركز على الكولون وما قرب من الكولون بعكس الثاني. خارج معوي ممكن يكون في حمى، أحيانا سعال إذا في يعني صابي بالرئة. التهاب الجنبي شائع جدا، لانه الجسم كتير كتير يعني عنده رد فعل مناعي قوي اذا شاف الميكروب هذا داخله. وجع جنب، غثيان واقياء، كل هدول ممكن يصيروا حسب وين عم يكون العدوى، بالكبد او بالرئه. هلا الكبد تقريبا يعني واحد من كل خمسة مصابين بالتهاب الكولون قد يكون عندهم اما التهاب كبد او خراش كبد بنفس الوقت. نادرا ما نشوف خراش كبد بدون وجود للجسم او يعني عفوا للميكروبي بالجهاز الهضمي وبالبراز. دورة حياته، واحد بيبتلع ماء ملوث، في كيسة رباعية النواة بتفوت على الكيسة بلش بتعمل عملية الانقياد تبعيتها، والاتروفي بتتكون بالجهاز الهضمي بالكولون، معظم الوقت بتكون حاصلا بالكولون لانه هاي البيئه اللي بتكون انسب لها لناحيه الغذاء وقدره على انها تلاقي مكان تفوت فيه. ولا تعريف هاي اما يعني بتتكاثر مثل ما حكينا داخل جسم البشري، وبتضل تعمل كتله حرجي وبتروح على الدم عن طريق انه تجتاح الأوعية الدموية القاعدة بتلافيف الجهاز الهضمي، ونفس الوقت أنت عم تطرح أكياس مرة تانية بالبراز، بتروح ممكن تعديك أو تعدل اللي حولك أو تلوث مصدر المياه اللي أنت ساكن قربه أو 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 أشياء كتير. وبالتالي نفهم دائما يعني بهيك حالات من السهل يعني تقول هذا المريض عنده كذا وكذا، لكن من المهم إذا عم تعمل أنت أي تتبع للعدوى تفهم شلون اجته ولمين رح يعطيها. فهدول السؤالين كتير مهمات لنفهم آلية نقل العدوى. وهون إذا آلية نقل العدوى اجته على الأغلب عن شيء لوث الطعام أو الماء، فمين يكون مسؤول عن هالشغلات؟ قد يكون اللي عم يطبخ بالبيت، قد تكون الخضرة أو الماء جاي ملوثين، أو قد تكون حتى بمطعم زي يعني الجرسون أو اللي عم يحضر الطعام هو مصدر المشكلة. وبالتالي نفهم كيف هاي، ونفهم نحن مين بخطر عدوى منا، ما واحد صافحنا ولا واحد مثلا بوسنا او واحد مثلا قطصنا وشه، لا هو واحد في علاقه انه تعرضنا انه بدون ما واحد يغسل ايديه مثلا لمس شيء هذا الشخص رح يلمسه بعدين او لمسته بشكل مباشر. اوكي، حكينا على انه في عندنا بويضه وفي عندنا اتروفي. المميز لشكل الاتروفي هو وجود السودوبود، بمعنى انه في مثل رجل كاذبه عم تطلع منه، وبنفس الوقت شكل النواة في الكروماتين تبعها بيكون دائما على الأطراف، وفي نفس الوقت نقطة كروماتين داخلة، وبالتالي مثل النجمة تقريبا
صار بالنواة هي المميزة لها. فبالتالي في سودوبود وفي النواة بشكل داخلة مثل النجم تقريبا. التشخيص أكثر آلية بيستعملوها هو فحص البراز، بمعنى أنك تأخذ عينة براز تعمل شيء اسمه wet mount، يعني حصن بالمي، ممكن فقط أنك تحط عليها مي وتحضرها يكون رقيقة وطلعتها في الميكروسكوب، لتقول ما في شيء، بدك على الأقل 3 عينات تفحص على المجهر وتفحص ب يعني شوي شوي، واحد يأخذ وقت ويطلع فيها. وفي بلورات شاركولي ليدن، دول نوع من البلورات اللي فيه بقايا البروتين والدهون الناتجة من أنه في عندك أنت اشتياح لجدار الجهاز الهضمي، بالتالي الامتصاص ما صار كتير منيح، فبتشكل هاي البلورات. وفي تعمل فحوصة إما بالدم أو بالبراز مثل إلايزا، يعني IFA immunofixation antibody أو PCR. فأنت بتطلع إما أنك تلاقي شيء يروح يمسك بالميكروب ويضوي تحت المجهر، أو أنك تأخذ عينة دم مثلا وتطلع على الأجسام المضادة أو الأنتيجنز. الألتراساوند مع سيرولوجي أو اختبار الأمصال هي أفضل طريقة لتشخيص الخراج الكبدي. المحاولة تشفط بالأبرة كتير خطيرة، لأنه لو أنت عم تشفط ونقطت نقطة واحدة برا نزلت بالبيراتونيوم، تمام مصيبة، لأنه مثل ما حكينا الجسم كتير حساس لهالميكروبي هاي، وبالتالي بيعمل رد فعل مناعي، وهي بنفس الوقت كتير قادرة تنتشر بسرعة، وبالتالي أنت بتكون حطيته من الكبد بكل يعني تجويف بطني. العلاج بيكون حسب شو عندك. فإذا أنت اسمتوماتيك بدون أي أعراض، تأخذ بسمون انترال ريجيمين، وبالتالي هاي الشغلة عبارة عن شيء تأخده ليظل فقط ضمن التجويف المعوي، ما في داعي يكون في اهتمام انه يمتص الجسم ويروح لداخل الخلايا الثاني، انه ما في شيء عادة، لا في شيء بالكبد ولا في شيء بالصدر ولا في غيره. وعلى الاغلب يعني بكون حالي يعني مكتشفة يعني بالصدفة او اعراضها ما كانت يعني واضحة نهائيا. فهذا الرجمن البارومايسين او الايدوكينول او الدولوكسيدين الدوكسينيد، فهدول عبارة عن 7 إلى 20 يوم حسب الدواء اللي بتنقيه كافي. هدول الأدوية ميزتهم إنه أعراضهم أقل، لأنه ما بيتم امتصاصهم بشكل كبير، لأنه تركيزهم أهم أساس إنه يكون في تركيز عالي منهم داخل التجويف المعوي. هلأ في حال في عندك أعراض بتدلك على إنه في intestinal disease، بمعنى إنه في يعني في تهيج أو اشتياح للجهاز الهضمي، فبتجرب ميتودينازول أو تيدازول، ودول اثنيناتهم يعني في تركيز جيد يبقى بالبراز، بنفس الوقت في امتصاص لأنه جدار المصارين هو جزء من معركة، وأحيانا حتى السيروزا والأنسجة اللي حولها. هلا لو عندك ليفر أبسس أو مرض منتشر أو إخراج كبد، بدك تركز على أنه يكون في تركيز عالي داخل الدم وبفترة كافية لا تقضي على هالبكتيريا، وبالتالي تستعمل اعلى دوز من الميتودينازول ممكنه والدوز التيدازول العليا. وطبعا مع هدول الاثنين بعد ما تاخذ كورس علاج سيستميك يعني بفوت على الدم وهذا، بتكمل معه كورس للانترال ريجيم، يعني هدول واحد هدول ثلاثه هدول اسمهم لومينال ايجنت او انترال ايجنت، بمعنى هدول ما في امتصاص، بضلوا بالجهاز الهضمي حصرا يعني بيكملوا. وبالتالي بتكون اخذت هاي الريجيم هالخمسه او 10 ايام، وبتكمل كمان من 7 ل 20 يوم واحد من هدول، ونفس الشيء هون مشان تطهر المصارين بعد ما انت قتلت البكتيريا الاوليه اللي عم تفوت عم تحاول تفوت على الجسم أو فاتت على الجسم. خلينا نوقف لحظة نشوف إذا في أسئلة في الشات. بالهرسيا أركاز سكاليز بالهرسيا شو وضعكم؟
ثمانية يا جماعة. تمام دكتور مسموع. ما بعرف شو صار فجأة لقيت الخط فصل. كان في حديث عن السكاليس والبلهارسيا بالشات في سؤال معين أو لا دكتور هدول الوقت اللي ذكرت انه بدك امثله عن ايدان او اوكي ايه طريقه الى غير مكان. صحيح كلام كويس. طيب في اي سؤال لحد هلا ولا نكمل؟ كان نكمل. طيب عشان اكبر الشاشه هلا. الجاديه المعويه او جاديه جودوناليس كانت سابقة تسمى جادية لامبيا، هي نفسها أو انتراليس، كل نفس الميكروبي بس ضلوا بغير رأيهم الاسم تبعها شو بيكون. جادية لامبيا على اسم البروفيسورين اكتشفوها، بعدين قرروا انه حاجة اسم واحد بكفي منهم، والثاني حولوه لمكان عدوى اللي هي انتستاناليس أو ديدوناليس، وبالتالي إما الاثنى عشري أو المعوي يعني. هلا هاي من ناحيه الـ كيف انتقالها، يعني خطوط انتقال هي الماء الملوث والطعام والبراز نفسه، مقاومه الحراره والكلور كثير شبيهه. فمن هالناحيه فيك تربطه ببعضهم انه كثير بتشابه هدول، كيف بيجوا للشخص، كيف واحد عنده مشاكل يعني يتخلص منهم، اللي هي عمليا اما الغلي او الاوزون، تعقيم الاوزون او الفلتره. بعكس التحولي، هاي الجاذبية المعوية ما عندها القدرة بتروح تخترق جدار الجهاز الهضمي وتفوت تعمل أمراض في محلات تانية أو تعمل زحار أو دم بالخروج. شائعة هاي أكثر شيء بالمناطق الاستوائية والتجمعات الفقيرة، فترة حضانتها عادة أطول، وبالتالي إذا عندك شخص بتنتقل من منطقة لمنطقة قد تأخذ وقت لأعراض تظهر، احيانا اسبوعين واحيانا اكثر، عكس ديك اللي خلال 4-5 ايام بيكون اذا في اعراض صارت الاعراض اوريدي. كمان التميبا يعني بتفضل الكولون، معظم نشاطها بيكون بالكولون ومنه بتفوت لجوا، اما هاي نشاطها معظمه بالاثني عشر وعاده يعني محسوب مع الدقيقه، ما بتروح مع الغريضه. إسهالها لدموي وملحق فيه سوء امتصاص. انت كل ما بكرت بالمكان اللي عم تعمل فيه التهاب بالامعاء، كل ما اثرت اكثر على الامتصاص بالجسم. عاده الكولون هو اخرته بس عم ينشف، يعني عم ينشف امتص مي وشويه املاح. امتصاص الغذاء بيكون اوريدي تم ما قبل الكولون، حتى ما قبل الزائده، فمشان هيك سوء الامتصاص اعلى بالجيادة المعوية لأنه تركيزها على معاد الدقيقة وعلى الاثنى عشر. بالإضافة لفحص البراز واختبار الأوصال مثل شو اسمه المتحولة، في عندنا سترينج تيست، فيك تأخذ عينة عن طريقه وتفحصها مجهريا، خصوصا إذا عندك شك وفحص البراز سلبي. كيف سترينج تيست بيعملوه؟ عبارة عن كبسولة فيها عبارة بس وزن وإلى حبل طويل، فهاي بيكون طوله تقريبا حوالي 60-70 سم بحيث يوصل للاثني عشر، فبيبلع على الشخص، كنا بيبلع كبسولة عادية، ظل الحبل مربوط أو الخيط هذا وبلزقه وبتركوه حوالي 24-48 ساعة. فعن طريق وجود هذا الجسم يعني الفورين بهالمنطقة، بعض الأجسام الأتروفات بتلزقه فيه وبيسحبه الخيط مع اللي لقطه وبياخذوا العينه من هنيك، وبالتالي انت بتاخذ عينه من الاثني عشر مباشره. حساسيتها طبعا ما انا 100%، وبالتالي قد يكون في شخص عنده بالفعل جياديا ويطلع الفحص سلبي، لكن احسن من انه تترك الشخص يعني وتفقد القدره على انك تشخص واحد ممكن تثبت عنده المرض. انتشارها حول العالم، يعني شايف محصول اكثر بامريكا الجنوبيه، بعضه افريقيا وبالهند وباكستان يعني باقي العالم أقل. يعني نحن ضمن الميديوم رينج، أمريكا وشمال أمريكا بشكل عام وأوروبا هني اللو،
طبعا دقة الصورة جدا سيئة، بس هذا اللي لقيته على الإنترنت كأوضح صورة للحكي. وبالتالي عنا منها معنى كتير منتشرة بمحلات تانية. النواة تشبه هذيك النواة، إنه فيها لحد أربع، أو على حصرة فيها أربع نوية، اسمه أنوية، عفوا كيس فيه أربع أنوية، الثاني قد يكون من واحد لأربعة على عدد متراوح، وشكله أكثر يعني مطاولة أكثر، وبالتالي بيضاوي، وكمان شكل التروفوزوايت مميز، إلى على الأقل أربع يعني شو اسمه أزواج من الأصياط اللي تحركوا فيها، والأنوية شكل مميز إنه مثل عينتين كبار، وشكلها مثل بير شيب، مثل شكل جاصي. فإذا تقارن ببعض، هاي مدورة، هاي أكثر مستطيلة، هاي فيها من واحد لأربع أنوية، هاي حصر لازم يكون دائما فيها أربع أنوية. هون هاي ما فيها أي شو اسمه أصوات، هاي فيها أربع أزواج من الأصوات، هاي شكلها مثل البطاطا، هاي شكلها مثل الجاصة، وهاي فيها نواتين، هاي عادة بيكون فيها نواة واحدة فقط من ناحية الشكل. هدول كلاتهم يعني تحت الويت ماونت، يعني فقط مي، ما في اي صبغات اخرى. أوكي. علاج الجياديا حسب الدوله للاسف، وحسب الهوست او المصاب. فبامريكا بشكل عام بيعالجوا بالميترونيدازول او فورازونايد، فهدول يعني فعالين اكثر بامريكا، كون العالم قادره تاخذ 5-7 ايام جرعه اذا بدها، وكثير من الاحيان بيعطوا واحد من هدول زائد الكوناكراين، فكثير من الاحيان بيستعملوا يعني علاج مزدوج. الدول حول العالم باعتبار يعني في يعني تتبع صعب للمرضى، وقد يكون في عائق يعني اذا ياخذوا حبوب لفتره طويله، سينجل دوز تينيدازول او اونيدازول كافيين للقضاء على المرض. هذول الادويه بشكل عام باستثناء الميترونيدازول ما معروف مدى امانهم بالحمل، وبالتالي بالحمل عندك الفارومايسين اللي كنا عم نحكي عليه، اللي هو انترال ثيرابي بمعنى انه ما في امتصاص يستخدم، او ميترونيدازول 5-7 ايام، التينيدازول اونيدازول الكوناكرين ما بنعرف امانهم بالحمل، وبالتالي يتم اجتنابهم. في حال عالجت شخص وظلت الاعراض عنده فريلابس، يعني ما استجاب للعلاج، نيتروميدازول كثير نادر وغالي زائد كوناكرين لاسبوعين هو العلاج، وبالتالي انت بتنط من هذول الاثنين انه ما اشتغلوا، بتروح على النيتروميدازول وزائد الكوناكرين. مشان هيك كثير محلات هون يعني اللي عنده مصادر بيستعملوا العلاج تبع الريلابس، اللي هو كومبينيشن ثيرابي مع الكوناكرين من اول لفه. طاولة ظريفة تعمل مقارنة بين الأميبا والجيراديا، هاي اسماء الأورجانيزم أو الباثوجين، وهو بعض الأعراض اللي عندهم. الأميبا تتراوح بين ما في أعراض لدياريا خفيف، لأسهال خفيف، لأسهال زنطاري حاد، وفي عندك الخراج الكبدي، هاي معظمها لها علاقة بسوء امتصاص، وبالتالي مشان هيك بيصير في غازات وفي ألم بطن، لأنه تنفخ هذا ناتج إنه ما في امتصاص للغذاء كافي، وبالتالي البكتيريا اللي قاعدة بالجهاز الهضمي بتكسر لأشكال ما بعرف شو صار، في حد شال من الغرفة. على كل مسموع، واضحة الصورة؟ واضحة دكتور، واضحة. أوكي. فكمان الانتقال شبيه، إنه فيك الأورال راوت عن طريق يعني
تناول المياه الملوثة أو الطعام الملوث، العلاج نفس الأدوية شبيهة، لكن مثل ما حكينا بالأميبا إذا ما في أعراض بتركز على الأشياء اللي بتقعد حصرا بداخل الأمعاء، ما بهمك كثير امتصاص الامتصاص. الجياجيا لسبب الأسباب اختاروا هدول الأدوية مع أنه هدول في امتصاص سيستميك، وأنت ما عندك يعني اجتياح داخل جسم الإنسان حتى، بس كأنه ناحية أنه استجابة الجياجيا للإنتيروثيرابي أقل. طيب نرجع نعيد الأسئلة هلا. Which of the following is not part of workup for amoebic liver abscess؟ مثل ما حكينا نتجنب أن نحط أبري فيها ونسحبها، وهي لمعظم حالات الخراج الكبدي المتوقعين في يعني طفيليات، وبشكل عام حتى الخراج الكبدي يعني واحد يحاول يبعد عن أنه يصيبه بأبري، لأنه يعني مشكلة إذا نقط من هالأبري ولو شيء بسيط هرب بيعمل قصة طويلة عليه. وبالتالي بيعملوا ألتراساوند، الفحص البراز مساعد حتى لو كان فقط بالكبد، لأنه على الأغلب في عندهم غير مشخص، يكون في عندهم الباراسايت موجود بالبراز، وفحوص الدم بتساعد. ريزرفوار فور غادياليميا هو بفعل الماء الوسخ هو المصدر. دايركت كونتاكت إذا أنت شخص يعني عنده هالمرض وما عملت يعني ما لمست بطريقة يعني تعرضك لشيء يكون يعني واصل لبراز على إيده على كذا حتكون محمي. ما في حيوانات يعني تلمسها بتنتقل منها العدوى، والتنفس ما يستطيع طرق نقل العدوى. ليست من خصائص المتحولة بالفعل الشكل البيضاوي الشكل دائري للكيس. سيتوبلازم بالفعل فيه كلمتين باديز. الجدار بالفعل عاكس لكن ما أنا نووي وحدة، فيها واحد لأربعة أنوية، وعلى الأغلب يكون فيها أقرب لأربعة أنوية على الأقل بتكون على الميكروسكوب، لأنه هيك تقاسموا دول الأنوية بروحوا على بويضات مستقلة حتى كمان يصيروا متشور ويكونوا هني بويضات أنوية جديدة. بخصوص الأميبا هيستوريكال انفكشن، بالفعل 90% من الناس ما عندهم أعراض، 10% عندهم أعراض، أعراضهم ما بتكون خفيفة، بتكون يعني ديزنطاريا أو خراج كبد، وبالتالي يعني مهم، مشان هيك هو ثالث أكثر قاتل بالعالم للأمراض الطفيلية. بخصوص الجادلامبيا كل الأجوبة كل الجمل هاي صحيحة باستثناء إنه بالفعل أنت جبتوها صح إنه ما في هيموريتيك أنيميا، إنه أساساً ما في اجتياح داخل جسم الإنسان، يعني معظم أو كل الأعراض وكل شيء له علاقة بأشياء داخل الجدار يعني داخل اللومن أو الجدار تبع الجهاز الهضمي، وبالتالي ما في أعراض سيستميك كثير، يعني نادر ما يكون في حرارة أو يكون في شيء تاني مع أي أسئلة. طبعا هذا إيميل اللي حابب يتواصل أي أسئلة تانية أو بخصوص أي شيء تاني تباب الأسئلة. كتابة أو صوتا مثل ما تفضلوا. في سؤال سابق من أول النقاش حول الطفيليات الخارجية شلون تتعالج، فكر فيها كيف نعالج نحن الجرب أو القمل. معظم العلاج بتركز حول أنك يعني تستعمل عوامل خارجية
كريمات اشعه ضوئيه او يعني ادويه لقتلهم. وبعض الاحيان انت بتسمم الجلد عبر دواء مثل ايفرمكتين او غيره. فمعظم التوفيات الخارجيه تقتل باستعمال يعني اشياء خارجيه مثل الكريمات او يعني شامبويات او شغلات من هالشكل. طبعا التوفيات الخارجيه بتضل خارجيه، ما مثل مثلا بالهرسيا وغيرها. طيب يا جماعه الله يعطيكم العافيه، يا رب وبالتوفيق. الله يعافيك دكتور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.